العراق يا بلفوق بالعلوى هاي مو عند البجار 40 وقتال عليها الله وكيل القتال صايره بالنسبة لسبب ارتفاع الأسعار لا سببها التجار ولا سببها كل واحد، سببها هي الحكومة والدولة. أنتم منقطعتوا الطريق، أكو شيء بديل؟ افتح الطريق، خلي الزرع يطوب. الزرع الآن محجوز بالحدود بالسيطرات ما يخلوه يدخل. ليش ما تخليه يدخل؟ أنت المواطن منعه، بس الزرع خليه، هاي مواد غذائية توصل للناس. وشوف أنت هاي الفوضى هسه، وشوف هاي الناس تركض. الطماطم قدام أبو عوف 35 وهي بالبصرة 11000. زين يا عمي هذا يبيع ب 40 اول بس ب 6000 دينار. يعني شنو السبب غلاء الاسعار؟ السبب الدوله ممنوع التجوال. زين الصيدله سدوها، حظر التجوال دمروا المواطنين بعد ما صار حظر التجوال. بس قالوا راح يصير حظر التجوال، يعني اذا صار حظر التجوال فعلا احنا العالم يقتلها الجوع حقيقه، خاصه بالنجف. يعني الجشع يبدي من المحافظات المصدرة للمنتوج، يعني هذا البوتيتا اللي كان بالموصل ب 400 دينار بسرعة صعد 800 دينار هناك، البصرة قفص الطماطة اللي سعره 4000 دينار أو 5000 دينار فجأة صعد 18000 دينار أو 20000 دينار. ليش هذا الجشع؟ ليش يا أخوان؟ الفقير الشاكل، خلي الرحمة تنزرع بقلوب الناس. احنا العراقيين أهل الرحمة أهل المواقف. ليش هيك؟ ليش يا أخوان؟ ليش؟